انت علاقتك مش قد كده مع الصحفيين. والله اقول لك حاجه، مش قد كده فعلا. ليه؟ علشان يعني اللي حصل بشكل عام في حياتي بشكل عام، من افتراءات عليا وكذب وكذا وكذا، لان مش كل حاجه اتقالت صح، وكان في فتره كده كله هاص كده، وبقى اللي عنده حاجه يقولها بيقولها ومش مهم ايه، ولا كانوا بيفكروا في اعراض ناس، ولا كانوا بيفكروا في عائلات، ولا كانوا بيفكروا في ما كانوش بيفكروا في اي حاجه ليها علاقه بالاخلاق او الحياء، لان في الاخر دي فعلا كانت اعراض ناس وكانت اسر و و و فكان في ناس فعلا هاصوا وكانوا بيقولوا كلام شنيع وكان معظمه اكاذيب. فده خلى بيني وبيني كده وبين الصحافه ضغينه معينه، ولكن الحمد لله الضغينه دي ابتدت تتلاشى مع الوقت، ودلوقتي بقت قليله جدا جدا جدا. كان عندي كان. دلوقتي ما بقاش. انما دلوقتي لا خلاص المساله. قد ايه كنت متضايق مني انا يا احمد لما عملنا الحلقات؟ لا اقول لك حاجه يا استاذه منى، انا ما كنتش متضايق منك، لان فعلا انت كنت بتتكلمي بحياديه، وانا جاي النهارده في العربيه افتكرت لما كنت بتقولي في بدايه الحلقه، انا الحقيقه مش عارفه اقف مع مين، مش عارفه اقف مع الاسره دي ولا مع الاسره دي، لان انا شخصيا مش عارفه الموضوع بشكل بتفاصيله، ولكن انا هسمع منهم. فالحقيقه حضرتك لما تعاملتي مع الموضوع تعاملتي معاه بشكل حيادي وبشكل عقلاني وعادل، وده الحقيقه بجد والله العظيم. لا بجد انا يمكن لما افتكر شويه الاقي، مش عايزه اقول كان في قسوه، بس انا كنت شيء يمكن الكلام القاسي اكتر قلته بره التصوير، وقلت مش بقسوه، انا كنت قلته من مبدا له علاقه بمبدا الانسانيه. ولا انا ما زعلتش منك خالص الحقيقه، صدقيني يعني. وساعتها كنت عماله اقول يا رب يشوفوا، يا رب احمد يشوف انه ده اكيد هو بعد كده هيتراجع، فليه مش دلوقتي؟ انا ساعات ببقى مشفقه على اللي قدامي انه يقع، انه يستمر في مشكله. دارت الايام ولقينا انه زي ما انت بتقول لا يصح الا الصحيح. صحيح. بشكرك ان انت ما حملتش ليا اي ضغينه نهائي. وانا عمري ما حملت لك اي ضغينه يعني. نهائي. القلوب عند بعضها. طيب سكر مر بقى. سكر مر. أيوه. ايه بقى؟ ما عجبنيش قوي. اتخانقتوا فيه انتوا؟ لا ما اتخانقناش الحقيقه، لان لا اقول لك حاجه، لا ما اتخانقناش، احنا كنا بنخانق في بعض يعني. احنا كنا مخنوقين. لا عشان الفيلم خد وقت طويل جدا في التصوير وتعبنا فيه جدا. انا الفيلم عندي مشاكل معاه كمشاهد، لان انا الحقيقه لما بتفرج على فيلم سواء كنت بمثل فيه او مش بمثل فيه بتفرج عليه كمشاهد، فانا حسيت ان شويه الفيلم كان ممكن ايقاعه يتشد، حسيت ان مليت في بعض الاحيان. انا ما بحبش امل في الافلام، ماليش دعوه بقى بمثل فيه مش بمثل فيه، انا عايز اتسلى، انا بروح بخش بقطع تذكره سيما عشان اتسلى، مش عشان اقعد ابقى عندي ملان او مش متسلي. وحسيت شويه اتلخبطت في التواريخ والاحداث، شويه كانت لخبطتني انا كمشاهد شويه. في ناس عجبهم جدا، في ناس ضدي تماما بيقولوا انت بتتكلم في ايه، ده فيلم هايل. واحنا كنا يمكن بنقول ده احساسك. انا عرفت انه اولا انتوا كنتوا ناس كتيره جدا، كنتوا ممثلين كلكم كبار ومنورين. كان بقى كل الممثلين لما اتفرجوا على الفيلم وبعد المونتاج كل واحد حس انه لا ده انا دوري اكبر من كده، انا في حاجات عاملها كويسه ومتشاله. لا ادوارنا كانت متساويه الحقيقه، وفي في في مننا عجبهم وفي مننا ما عجبهمش، بس انا بتكلم عن ذوقي انا كمشاهد. يعني انا شايفه مش فيلم طبعا وحش يعني، بس انا حاسس ان هو كان ممكن يبقى احسن من كده. ده رأيي في الفيلم بشكل. شفته مرة واحدة بس؟ بس. وولاد رزق شفته كم مرة؟ حوالي 7-8 مرات مثلا. طبعا ما انت بتحب ده وما بتحبش جدا. ده. زي ما بيقولوا امبالسيف، يعني انت اللي بتحس بيه بتعمله. صحيح. ما يمكن لو اتفرجت عليه تاني يعجبك اكتر. والله يمكن. يعني انا برضو ما بحبش ابقى قاسي قوي في يعني في قراراتي او ان انا اقول رايي في حاجه، ولكن انا من دي يمكن من اول مشاهده، يمكن لو اتفرجت عليه تاني ممكن احبه اكتر. عارفه زي الاغنيه كده، لاول مره ما تحبيهاش قوي بعدين كل ما تسمعيها تحبيها اكتر، يمكن ده من نوعيه الافلام دي، بس ده كان اول انطباعي عنه يعني. طيب في فيلم
هتقولي راجل، احمد الفيشاوي يمثل دور وسط كمان مجموعه لطيفه جدا من الممثلين، مثل دور مش عارفه الى اي مدى هو ممكن يكون في علاقه تشابه ما بينه وما بين شخصيه احمد الفيشاوي. على فين يا عمرو؟ ماشي. اوبا يلا بينا. خد اما اقول لك. يا عم ما تيجي ونجيب منين؟ طب بقول لك ايه؟ تعالى ونجيبها لك. حيوانة. عملت لك ايه يا حبيبي؟ يعني حضرتك ما بقوش يفرقوا ما بين المحترم واللي مش محترم، يعني الواحد يلبس واسع بيتعاكس، يلبس ضيق بيتعاكس برضه، يعني حاجة تقرف. ربنا يستر عليك يا حبيبي. الشاب المكسوف يا حبيبي. طبعا ده ابعد ما يكون عن شخصية احمد الفيشاوي. ابعد، ما فيش اي علاقة اساسا ما بين الشخصية دي وشخصيتي يعني نهائي. لا احكي لي تفاصيل، انت وانت صغير كنت بتعاكس بنات يا احمد؟ بس الحقيقه يعني عشان انا امي ربتني الحقيقه الحمد لله يعني فضل وعدل، فكنت حتى لما بعاكس هي بحاول اعملها بشكل لطيف يعني الحمد لله عمري ما تحرشت في حياتي، والحمد لله عمري ما قلت لفظ بذيء لبنت في الشارع، بس جريء يعني مش بتكسف زي الشخصيه دي، يعني لو بنت عجبتني بروح اكلمها يعني، ولو قدرت اخد نمرتها اعمل كده. بس لو اتصديت مثلا او قالت لي انا اسفه انا مخطوبه او مثلا انت مش عاجبني او بتاع مش بغلس بقول لها لا والله مش عاجبك بجد طب بصي يعني ده بتراجع بقول طيب انا اسف انا ما كنتش عارف او كده وبتكل على الله يعني باخد ديلي في اسناني وبمشي بادب يعني. وانت طول ما انت خالي يعني طول ما انت مش على علاقة او في قصة حب يعني على طول يعني على طول الله اعلم الحب فين يعني الواحد نصيبه فين ما يعرفش فلما بلاقي بنت عجباني مش بتردد يعني بس فعلا لو لقيت كده بقى يعني لو لقيت ان في مثلا حد في حياتها او كذا او مش عارف ايه او هي مش مهتمة بقى بحترم نفسي يعني مش بغلس. وانت مرتبط مع حد ممكن تابروتش او ان انت لا لا يمكن لا يمكن مستحيل لا يمكن يعني انا دلوقتي فعلا مش شايف في حياتي غير ليلى يعني يا ليلى هاي على فكره ليلى انا ماليش اي علاقه بالكلام اللي هو بيقوله انت يا ليلى لازم تفكري كويس انت تحكمي ليلى انت قرارك انت هتستحملي عواقبه صح. انا ماليش علاقه بالليله دي لما نيجي بقى نقابل استاذه منى انا ماليش دعوه يا ليلى طيب احمد لو حبينا نعرض الجزء الكليب اللي انت عملته احمد فاروق الفيشاوي بس اتمنى انك تعمل الراب ده معانا في الاون ستيج ينفع اكيد ممكن ماشي يلا ممكن. اوكي هي بتقول فيشاوي راجع تاني يحكي حكاوي لو انت غاوي هاوي تفضل شرف عند الحاوي فلو بدون تكليف سهل ممتنع ازرق سماوي قريت وسمعته كتير والله على بتوع القهاوي فهد بيتس كومباين وذ بولت بروف رايمز فهد زازن بلس فيشيز وايكوال ايزي ليسننج لاينز الفابت للواد والبت هيخليكوا تفيلوا جود الف بقه معلقه ذهب محسوبكم جه من قاع الهود باجي ساجي اولد سكول وين اي بروز يو لوز اكت ا فول ذا نيو فيشيني معصر قضاء على الرابرز الهيت يا زي بيج ويلي رابر سلاش اكتر رايت باك اتشا وهكذا. دي احمد فاروق الفيشاوي لازم تقولها لي. يا صاحبي احمد فاروق الفيشاوي ده الكورس. انا صوتي مش هنقولها معاك كورس يلا كلنا هنقول معاك. عايزين اللحن. اقول مره واحنا هنقول وراك. الفيشاوي في واحد حافظه اهو عندنا واحد بيحب الاغنيه اهو. احمد فاروق الفيشاوي هي اصلا احنا واخدين اللحن ده من سارقينه يعني. سارقينه ايوه. انا اللي سرقه يعني عارفه 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 يا احمد انك سرقه ايوه هو مش مسروق بس هو لحن عالمي يعني بس احنا عادي يعني عادي بتحصل انا ماشي هو انا بتكلم في المايك ليه انا كده لا لا ده عشان هتقولها لنا قبل ما صح هو في اغنيه بتاعه رابر اسمه سنوب دوجي دوج وهي بتقول هو الاغنيه اسمها بالظبط هي دي الاغنيه بتقول واتس ماي نيم انا اسمي ايه
فالاغنيه دي خدنا منه اللحن وبتقول سنوب دوغي دوغ وبعدين عملناها انا اسمي ايه بمنطلق لا قلنا انت مين كده على طول انا اسالك انت مين فتقوم قايلها لي هنا واحنا بعد كده نرد عليك حاضر يلا انت اسمك ايه احمد فاروق الفيشاوي احمد فاروق انا عملت جريمه على فكره انا عملت جريمه احمد فاروق الفيشاوي بتمنى لك كل التوفيق متشكر بتمنى انه الحاجات الحلوه اللي بتحلم بيها تحققها والجرائم اللي ممكن تعملها يا رب ما تعملهاش ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله انت انت ليه قلت مش هتسال على التاتو ده ما اعرفش سبب لك مشاكل ولا لا خالص نهائي بس يعني انا بالنسبه لي بقت حاجه عاديه يعني يعني انا كنت بحاول اقلد عمرو دياب بس سرحت معايا يعني هي ايه اللي سرحت معاك يا الوشم سرح ابتديت بحاجه صغيره وبعد كده انطلقت فلتت بقى طبعا عايزه اكيد في يوم وليله انت هتنام وتقوم وهنلاقيك شايل كل ده يعني دي لا ده لا دي من الحاجات بقى القرارات اللي انا خدتها وانا ناضج وعاقل ففي حاجات مش هتراجع عنها لانها مش بتاذي حد بص يا احمد بيقولك ايه ان غدا لناظره لقريبه نعم نعم سيدتي نعم سيدتي انها الحقيقه لا انا بس عشان انا انطباعي عن شخصيتك ان انت متقلب او ان انت طول الوقت بتغير بتعمل حاجات مفاجاه فما استبعدتش ابدا ان انت في يوم وليله ممكن تشيله وهيبقى بالنسبه لي ده متسق جدا مع شخصيتك وما فيهاش حاجه يعني طب والله ده كويس يعني هنعديها ان شاء الله هنعديها طب في اي حاجه ممكن تحكيها عن التاتوهات دي ما هو بصي اصل اقول لك حاجه هو انا عندي فوق الحاجه و30 تاتو في جسمي كله وكل حاجه ليها قصه وكل حاجه في بلد وكل حاجه في حته ف يعني طب ابوخ واحد انت يعني انت متضايق انك عملته ما لا مفيش ولا واحد انا متضايق ان انا عملته نهائي لان في ممثلين كتير حتى عالميا يعني عندهم تاتوز بنغطيها في التصوير الحاجه الوحيده بس ودي انا مش بتضايق بحب اروح الشغل بدري ف يعني ممكن بروح ساعه بدري يمكن قبل زمايلي عشان اقدر اغطي الحاجات دي وخلاص يعني انت في التصوير بتضطر بنغطيهم ما انت لو واخد دور الكفه هو المشكله على فكره لا خالص لان بنغطي بالميك اب وبقيت اليوم بتعامل بيه عادي مش بيبانوا كنت بتمنى لك كل حاجه حلوه في مشاريعك القادمه يا احمد ان شاء الله بتمنى لك مرحله في حياتك فنيا وانسانيا كلها نجاح شكرا وتحياتي لماما سمية الالفي وبابا فاروق الفيشاوي يوصل انا طبعا ما كنتش هقول كده يعني عيب ده راجل يعني مستقل وحد يعني شخصيه اعتباريه لوحده بس هو بعد ما كان عمل الكليب انا بشكر بابا وماما فانا طبعا. حسيت انه عادي جدا انا كمان اسلم على بابا وماما ده اكيد نشاور لهم كمان بابا وماما احمد فاروق الفيشاوي